السلام عليكم إخواني وإخواتي. اليوم درسنا للغة البشتونية في اللغة البشتونية يعني اللغة أفغانية. أفضل الأوائل 25 طرق البشتونيين يقولون اليوم مالي جيد، مالي مكيف، مالي مبسوط، أنا لست بخير. يعني اليوم أنا لست بخير 25 أو 25 طرق البشتونيين يعني أفغانيين الأفغان الذين يعيشون في باكستان أيضا بعض وفي هند أيضا وفي أوروبا. البشتونيون يقولون في 25 طرق اليوم لست بخير، اليوم مالي جيد أو مالي منيح، مالي مكيب. الأول ننخنيم، يعني اليوم الأول ننخنيم، الثاني ننقدوريم، الثالث خنيحساسون، الرابع تبيتني خندي، الخامس قدوريم، السادس طول ورزمي خرابة دا. طول ورزمي خرابة دا. يعني اليوم كامل، نهار كامل مو كويس، يعني مو ليس جيد. السابع حالاتني خراب دي. يعني عندنا باللغة البشتونية أيضا حال كما بالعربية حال، يعني حال، حالات يعني أحوال. التاسع الثاني حالاتني خندي، حالاتني خندي يعني حالاتي ليس جيد، خ يعني جيد. التاسع ننخوالا مرادة، ننخوالا مرادة، كيف حالك أخي؟ شلونك؟ لا تقرب علي، لا تقرب علي، يعني معناته لا تقرب علي، يعني ما هي كويس اليوم. ننخوالا مرادة معناه يعني لا تقرب علي، لا تقرب إلي. العاشر ننتسي يمشي تبوس من مكوا، ننتسي يمشي خوالا مرادة، يعني سنجي، يعني كيف حالك بشتوني؟ سنجي يا سنجي. نن دي سي يمشي تفوس مي مكوا، نن دي سي يمشي تفوس مي مكوا، يعني اليوم لا تسألني هيك بهالحالة، إذا ما سأل يكون كويس، لا يكون خير لك ولي أيضا. الحادي عشر نني أختنا مكوا، نن مبختة، نني مبختة خصوصا في أفغانستان. أختنا في اللغة البشتونية يعني سؤال، لا تسألني اليوم. ونني ما تفوسة أيضا، تفوس أيضا يعني سؤال. الثاني عشر سنجي، يعني كيف حالك؟ جواب نن داسيم لك تشاتي بدانغو والي، هذا خاص، هذه الكلمة أنا أحبها جيد جدا. نن داسيم لك تشاتي بدانغو والي، اليوم كاني حد ضربني بالعصا، العصا ممكن ممكن، هكذا حال، هذا حال. الثالث عشر سنجي، كيف حالك؟ يعني شلونك؟ ايش حالك؟ زيك؟ سنجي معنا. الثالث عشر جواب ننتك نيم باي، باي كلمة يعني أخ، لكن ليست كلمة البشتونية، كلمة أردية، بس هذا البشتون البشاور، بشتون السوات وكراتشي، مدينة كراتشي البشتونيين هكذا يقولون. ننتك نيم باي ببدال كلمة أرور، أرور في البشتوني يعني أخ، يقولون ننتك نيم باي، معناه يعني ننتك نيم، تك أيضا كلمة أردية يعني ننخ نيم. في اللغة البشتونية الفصحى نظامية لازم يقول ننخ نيم رورا، بدل ما يقولون ننخنا يمرورا يقولون ننتكنا يمباي. الرابع عشر ننمي طبيعة تك ندي، الطبيعة باللغة العربية الطبيعة يعني الطبيعة، أما عندنا الطبيعة يعني جوا النفس، نفسي اليوم ليس جيد.
الخامس عشر نني مود خندي مود كلمة إنجليزية بس عندنا أيضا مشهورة مود يعني حال يعني بأي وضع يعني بأي الوضع أنت أنا بوضع سيئة وضعي سيء ما أوضاعك أوضاعي ليس جيد وضعي مو كويس يعني نني مود خندي اليوم وضعي ليس جيدا السادس عشر كما قلت لكم تسنغي تسنغي كلمة كلما تريد أينما تريد كل البشتونيين يفهموا عليك لو كان لهجتهم غير لو كان لهجتهم لهجة بدوية هيا الله بس هم يفهمونك تسنغي يعني كيف حالك السادس عشر نن كل خفاين كل أيضا كلمة إنجليزية يعني في العربي أيضا في بعض كلمات مثلا واتساب كلمة ليست إنجليزية ليست عربية واتساب فيسبوك بس مشهور صار كلمات عربية أيضا هكذا كل يعني بكل يعني بكل بكمال كاملة من كل خطين اليوم حزين كاملة من كل غصاين غصاء يعني غضبان غاضب معصب اليوم كاملة معصب ما بعرف لا أعلم من السابع عشر من كل غصاين يعني اليوم كاملة اليوم كاملا غضبان التاسع عشر مني هيت تزلنكي مني هيتستا تزلنكي نن يعني اليوم هيتستا يعني أي شيء قلبي لا يريد التاسع عشر نمي هسي زرخا فالي نمي هسي زرخا فالي نمي هسي زرخا فالي يعني اليوم لا أعلم لماذا بس قلبي حزين جدا دون الحادي وعشرون نن بدرت تسوي دغ حال دي ستانة تسبت دي نن بدرت تسوي ستانة تسبت دي دغ حال دي يعني اليوم اشتغل لك في الحالة دي اشتغل لك اليوم اشتغل لك خيو بس يا خيا أو بالشامي شو راح أقول لك بس هيك ما بعرف بس هذا حالي أنت تعرف يعني أنت تشوف عيونك تشوفني بعيونك أنت تراني بعينيك يا أخي ماذا سوف أقول لك أنت تعرف حالي لا شيء يعني مخفي منك ثالث وعشرون نن رابان دي هرت بدلقي كيف حالك أخي اليوم كل شيء في علي سوء هكذا معناها تنقي نن رابان دي هرت بدلقي نن رابان دي هرت بدلقي يعني اليوم كل شيء يأتيني علي سوء مثل عدو يعني قصدي أريد أبعد من كل شيء من إنسان من بشر من أشياء من أكلات من عمل من فعل من شغل من كل شيء الرابع وعشرون ولي تني خبرت ولي تني خبرت بعض أصدقاء قريبين على بعض كثير يعلمون كل شيء من مع بعض من بعض ثم يقول لماذا تسألني كيف حالي لماذا ألا تعلم حالي أو تسألني كمان تسألني في هذا حال أيضا أنت تسألني ألا تعلم ماذا بيني ماذا فيني ولي تني خبرت كيف حالك أخي ليش ما بتعرف لماذا ألا تعلم عني من أجمل بستان سنغي جواب ولي تني خبرت الخامس وعشرون مرة وركيك وركويك
قد البحر بحبك تعرف بس عيفوا عيفوا لا تسألني عيفوا يعني حتى وضعه لهالدرجة لهذه الدرجة وضع سيئة لأنه يقول حتى سؤال لا تسأل أخي عيفة شو الموضوع أخوان السادس وعشرون هذا واحد زودته يعني هذا لكم إنعام ننسخ بيتي بيتي ننسخ بيتي بيتي يعني اليوم تبعتي نفسي يعني شديد جدا يعني شديد نفسي شديد جدا علي ما يأتيني النفسي مو معي اليوم اليوم يكفي إن شاء الله في المستقبل سوف أتيكم بموضوعات جيدة عن أفغانستان عن البشور وعن المسلمين السنة يعني عن جميع الأقوام وجميع القبائل من البشور من الأفغان وكم من الأقوام كم من القبائل يعيشون في أفغانستان كم من اللغات يعيشون في يتكلمون به في أفغانستان ما لماذا أفغانيين كل واحد يتكلمون يعرفون يعلمون لغتين ثلاثة أو أربعة بهذا الموضوعات جيدة إذا تريدون في الفيسبوك قريب قربان تابعوا قريب قربان أو في اليوتيوب QRB Studio آتشة شكرا جزيلا يتسلوا لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدي شافك كل يوم يا حبيبي لا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي أفغانستان وأفغان نور للحق وإيمان أفغانستان وأفغان نور للحق وإيمان وصبابة قلب مشتاق يهواك فتشدو الأكوان السلام عليكم السلام عليكم